ودلوقتي التحدي اللي كلنا منتظرينه، أستاذ عبد الحفيظ وأستاذ منير، تعالوا نشوف هيعملوا إيه. هتشوف. ابدأ. يلا عبد الحفيظ. اسحقوا. اهزموا عبد الحفيظ. كمل كمل. برافو استاذ عبد الحفيظ، هو اللي كسب التحدي. برافو. استاذ عبد الحفيظ ايه؟ انا اللي كنت متقدم قبل ما السيد عبد الحفيظ بتاعكم ده يهزهزني ويوقعني. معلش معلش. شكلك في خبره سابقه في تسلق الحاجات دي وكده. بشغلتي. او ماي جاد، انت بتتسلق التاريخ؟ هم مش الفراعنه ركبوا السقالات عشان يبنوا الهرم؟ يس. انا بركب بقى السقالات دي بس عشان ابني نفسي. صوتوا لي، صوتوا لي، عايز اكسب. ودلوقتي مع اهم لحظه، اللحظه الحاسمه، والتحدي هيكون بين استاذ منير واستاذ عبد الحفيظ. تعالوا نشوف هيعمل ايه. يلا اتفضل يا استاذ منير. ما تتفضل يا استاذ عبد الحفيظ. لا، ليديز فيرست. ثانك يو ثانك يو. مفيش طبعا امل فيك. استمتعوا بقى، استمتعوا. جاهز يا استاذ منير؟ I'm ready. يلا. Good boy. لا اتجنن يا ثور، اتجنن. لا نفسك يا استاذ منير. انا كنت متماسك لاخر لحظه، بس هو طول غريب جدا. معلش يا استاذ منير، للاسف استاذ منير قعد معانا 11 ثانيه بس. ونروح لاخر متسابق معانا واللحظه الحاسمه، استاذ عبد الحفيظ. شكرا. يلا شكرا بابا. يلا يلا يا ابي. الف كام لف؟ لا اركب بس الاول. لا بتركبه حضرتك؟ ماشي. لا ما انا ما اعرفش، هو مش عطلان بتزقه. ابتدت اللعبه اتغيرت والله يا استاذ. معلش، انت كياد قوي. كنت تقعد على الطور ما دام انت مهري قوي كده. يلا بابا. التاريخ مش هينفعك دلوقتي. جاهز يا استاذ عبد الحفيظ؟ ان شاء الله. يلا بص عبد الحفيظ قاعد على الطور ازاي؟ ايه التناكة دي؟ الإبهار وحطم الرقم القياسي وفضل على الطور أكتر من 3 دقايق. مبروك عليك أستاذ عبد الحفيظ، كسب التحدي وأخذ لقب أحسن طور. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.